الماليه وليد الدوليه اللي كتعطيك الحد الادنى بحيث لا يمكننا ان نصوت على الميزانيه الاعلام. يمكن نحققوا ميزانيه فيها 100 مليون درهم، ولكن راه ما يمكنناش الوزاره الداخليه تسمح لنا نصوتوا على ميزانيه 100 مليون درهم في الوقت اللي في السنوات 2013 2014 2015 المشاريع البلديه الله كانت في حدود 75 80 مليون درهم. مصداقية الشغل ديال الجنة هادوم إخواتي بنا في الكتابة العامة عندهم تراكم ودايما كيجيبوا أمورهم، يمكن شي حاجة لا كانت ماشي هي اللي كتقرا الجنة المالية أكيد غتكون سقطت صهوان، ولكن اللي أكيد هما الإخوان اللي في خلية شؤون المجلس يتميزون بدون مصداقية احترافية عالية، وجميع الآخرين اللي لا في معارضة ولا في أغلبية اشتغلوا معاهم وكيعرفوا كيفاش كيقوموا بالتضحيات من أجل التقارير ديالهم تكون فيها المصداقية وتكون يتلقوا فيها أكبر عدد ممكن. السي أشرف طرح الغياب ديال التصويت الميزانية، حنا ناقشنا في المكتب، السي رفيق عيعطي الكلمة يهضر على التصور اللي عملنا في مكتب المجلس، قلنا نذكروا مع السيد رئيس اللجنة المالية لأنه حتى هو كان حضر معنا هذاك الاجتماع، حاولنا نقربوا، يمكن ماشي تصور اعترافي جدا، علاش؟ لأننا وجدنا صعوبة كبيرة في ميزانية 2016. الميزانية ديال التجهيز لحد الآن لم نستطع أن نفكك المشاكل اللي وجدناها بغض النظر على الفترة السابقة، هضر السي رشيد في التقرير ديالو على ثلاثة مشاريع كبار، ولكن نأكد لكم في الجزء الثاني الميزانية كاينة ستة ولا سبعة ولا عشرة المشاريع اللي يمكن تعود علينا في المدينة لا زالت ماشي معطلة، كاينة حتى الغياب أدنى وثيقة تربط المقاولين ببلدية العريش. هادشي لا نخبي على حتى شي حد، يمكن الإخوان يطالعوا عليه ونديروا زيارة ويشوفوا ويساعدونا في الحلول عليه. الميزانية ديال التجهيز خصها تكون، ولكن الفائض من المنتظر يكون الفائض في سنة 2015 كما قال السي أشرف، لأن حققنا غير 75 مليون درهم، تحققت باقي واحد ربما باقي واحد العدد مهم ديال الأشهر. الميزانية ديال التجهيز ما بغيناش نذكروا فيها حتى نشوفوا المآل ديال مجموعة المشاريع المتوقفة. المآل سوق الجملة، مور ريزيليازيون مع المقاولين، ديك المبالغ اللي عاتقها واش تتكفي، المآل ديال المحطة، الإمكانية ورجعنا للنقاش واش يمكن كاينة الإمكانية ديال تغطية القاعة ديال أولمبيكا واش ترجع قاعة مغطاة من الأول، حنا قلنا هادشي من الفائض اللي يمكن نحققو، ناخذ واحد شهرين أو ثلاث شهور أو ربع شهور، ويمكن نجيبو المقترح ونستشيرو مع الإخوان شنو الأفيد بالفائض الذي من الممكن أن يتحقق في إطار تيسير المشاريع المتوقفة واللي كيفوت العدد ديالها 10 ولا 11. راه معنا المهندس سعود غنعطيه الكلمة حتى هو في إطار التوضيح باش يقول المشاكل التي تعاني منها هذه المجموعة ديال المشاريع. المكتب الوطني للصيد كيف عملنا اجتماع مع المسؤول المهم ديال الكونفونسيون ديال المكتب الوطني للصيد، كاين جوج مشاكل، كاين الكلام على اللنقة الجديدة الذي من المرتقب تحسن بشكل جيد مداخل ديال الجماعة بحكم الأطراسابيليتي والإخوان كاملين كيعرفوا كيفاش تطور المنظومة الغذائية والمنظومة السلامة ديال المنتوجات البحرية، والثاني كيفاش المكتب الوطني للصيد البحري ما يتحولش لواحد المدخول الذي يتم الحجز عليه هو الصباحي. هذه سنوات واحد 10 سنين ولا 15 عام دائما ديك المدخول، ولحد الآن نحن نحاول نستخلص واحد 2 مليون درهم اللي عند المكتب الوطني للصيد اللي تم الحجز عليها في ملفات قضائية اللي خسرتها البلدية ضد الخواص. الباقي استخلاصو غنعطي الكلمة للسيد القابض باش يتكلم. مشكل النظافة اللي هضر عليها السي عبد السلام والنقل الحضري، نظافة مشكل نعاني منه منذ 2006، كلشي حاول اللي في هاد الطابلة كلشي حاول جهده اللي كان بالأغلبية ولا في معارضة، كلشي كيعرف المنظومة كيف كانت صعبة وكيف ضحينا باش نحاولوا نفكوها. كيظهر من خلال مقرر اللي صادقنا عليه الدورة اللي دازت يمكن يكون واحد التحول جذري في الاتجاه ديال الاتفاقيه المباشره مع الشركه، وليت الساعات ممكن اكيد ماشي ممكن من الاكيد الخدمات ديال النظافه غتحسن لانها غتولي تخضع على الاقل من الرقابه المباشره ديال البلديه العرائش والاطر ديالها والتقنيين ديالها والعمال ديالها. المشكل ديال النقل الحضاري ثلاثه مرات المجلس الاقليمي كيعمل صفقه ولا زال المارشي ما تعطى حد.
هو موضوع للنقاش في المجلس، واش مصلحة البلدية، واستردوا حنا المرفق ديالنا، ارتقوا أغلبية الإخوة، أغلبية الأحزاب، أغلبية الناس، استردوا المرفق ديالنا، حنا ما عندنا مشكل، لأنه لحد الآن ما كاين حتى شي صفقة، لأن حتى مدينة القصر الكبير ولا بلدية القصر الكبير ربما انضمت حتى هي لو بغيتي تقول الصفقة يعني ولا تسمع على العيش القصر مجموعة الجماعات الحضارية، ثلاثة ديال المرات عملوا المارشي لم يستقر على أحد، شي نهار نديروا دورة استثنائية أو بلا دورة استثنائية نجمعوا جميع الإخوان والأخوات ونذاكروا بصراحة واش المصلحة ديالنا حنا أو المصلحة ديالنا استرجعوا القطاع، القطاع هو غير مربح للجماعات لأن أغلبية الشركات اللي شفنا في طنجة ودار البيضاء وفي مراكش ما كنظنش كتعطي شي رودوفونس للجماعات كبيرة لأنه الأرباح ديالو كيحتقروا الجماعات مقارنة مع الاستثمار ديالو هو كبير. نعطي الكلمة